بشيفتنا الجميله الشيف اماني. اهلا وسهلا بك يا شيف اماني، وحشتينا. اهلا بك يا شيف اماني، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، مرحبا بيكي. اهلا وسهلا، اهلا بيكم. هناكل ايه النهارده من ايديك الحلوين؟ النهارده معانا فراخ محشيه رز بالخلطه، ايوه، ومعانا الحلو كريم كراميل. الله، يا سلام يا سلام، انا شم ريحه البتنجان المقلي. بتنجان، ومعنا بتنجان مخلل. ايوه ايوه، يا سلام يا سلام. ان شاء الله. مسمينه ايه؟ كفته الغلابه. المحشي اللي بيبقى محشي ده بيسموه كفتة الغلابة. المحشي بالثوم كفتة الغلابة. عندنا بيسموه كده. طيب هنبتدي بإيه بقى؟ بسم الله نبدأ. يلا نشوف بقى المقادير. هتبدأي معانا بالفراخ المحشية؟ ايه، ان شاء الله أبدأ بالفراخ المحشية. طيب تنزل معانا المقادير على الشاشة ونشوف الخطوات بقى مع الشيف أمين. يلا بينا يا شيف. من مطبخ كندا. من مطبخ. أصل أنا بعز قوي الفراخ المحشية جدا يا شيف أماني، وعلى طول فرخة محشية يا إما صينية بطاطس. بطاطس امبارح بكلم ماما، إيه رأيك يا ماما نعملها؟ يا بنتي ما أنت لسه مكلماني من كام يوم وقلتي لي عاملاها، مش معقول العيال هتبيض كده. مش معقول يا ندى. طيب يلا نبدأ معاك يا شيف. طبعا انا يعني غسلنا الفرخه وجبنا بشرايه بصلايه وبشرناها كويس وحطينا عليها فلفل اسود ودعكنا الفرخه من جوه. طبعا ده الاول. هنيجي بقى للرز، هنعمله ازاي؟ عندنا بصلايه متقطعه حتت صغيره، هنحطها على عادي بالايد ولا في الكبه؟ بالايد، يفضل بالايد. هنقطعها تقطيع صغير وهنحطها على النار. الزبده طالعه طبعا. اكيد لازم هنحطها على النار لغايه ما لونها يبتدي يغمق شويه، وبعدين نحط عليها الرز. انا طبعا حمرت شويه كده قبل الهواء، فعايزه اوريكم ان لون البصلايه ولون الرز. يعني بنحمر البصلايه لغايه ما لونها يغمق. ثواني اقفل ال انتي البصلايه غمقتيها خالص. وابتدي احط عليها الرز لغايه ما هو لونه ياخد اللون البني ده. خلاص. طيب هحط عليه بهارات. البهارات بتاعتي هتبقى عباره عن فلفل اسود، بهارات سبعه، حاجه بسيطه. عندنا ليني بهار. ليني بهار ده اللي هو ايه في مصر؟ مش عارفه هو اسمه ليني بهار، هو احنا اتعودنا عليه فعلا كده. هو شبه بهارات اللحمه في مصر. معانا شويه قرفه وحبه مرقه سنه بسيطه. وهنقلبهم طبعا. طيب هنحط بقى ناقص ان احنا نضيف عليهم الكبده. انا الكبده مش بحب اقلبها مع الرز كتير، فبجيبها اقطعها حتت صغيره واحطها على النار شويه. طب هتستوي ازاي؟ انت بتسيبيها تكمل سواها جوه الفرخه؟ بحطها الاول في زيت تستوي شويه. نص سوا يعني. ثواني بس نولع البوتاجاز. تمام. بيبقى لذيذ قوي بالكبد بصراحه. الكبد هي اللي بتحلي الطعم. هنحط لها قوانص لطيفه جدا. هنحط الكبد على النار في زيت كده لغايه ما تستوي معايا شويه. تمام. ان انا هطلعها هنا من الزيت مش هيبقى فيها بقى اي ريم واي شوائب، ومش هتغير لي كمان ريحه الرز. يعني يا دوبك هحطها على الرز واضيف الشوربه عليه يستوي. بتسويه سوا كامل ولا لا؟ مش سوا كامل، نص سوا. نص سوا. بس الكبد لازم احطها في الزيت كده على النار شويه تاخد نص سواها، وبعدين اضيفها وانا بضيف الميه على الرز. الفراخ المحشيه من الحاجات اللي بتبقى فخمه، شكلها بيبقى حلو وحلوه كده. مش عارفه تسمين بعملها في البيت مع الولاد مع اسرتي، لكن لما بيجي لي ضيف مش بعملها. الضيف بقى حبايبي حضرتك كده وصحابي هقطع براحتي. لكن لما بيجي لي ضيف مش عارفه، ببقى التقطيع كده الدنيا بتدهول بقى، وتاخدي وعايز تديله حبه رز بالحشوه بتتقطع. انا بعملها بالسكينه الكبيره دي، تقطعي من فوق كده. بس انا بحس ان انا يعني بقطع براحتي، مش عارفه اخد راحتي. مش عارفه اخد راحتي في الضيوف. قطعنته يا ضيوف. يعني يا نهار ابيض. احنا ممكن على فكره في ناس كتير كده ستات بيوت تعمل وتيجي عند التقديم تقول حد يجي يا جماعه يساعدني. يعني انا عم اعمل حلو قوي بس الموضوع ما تعرفش. وانتوا تقولوا المهم.
ايه رايك يا اماني في الموضوع ده؟ يعني خلاص بنعمل الاكل بيبقى تمام وتيجي الست بقى عايزه تقسم وتوزع والضيف الناس تلاقيها تتلبخ مش عارفه تعمل ايه مش عارفه قد ايه كتير. هو يعني ايه في حد متخصص للتقسيم وحد متخصص للطبخ يعني انا بحس كده كل بيت على فكره بتلاقي كده وممكن تلاقي في مثلا بعض الرجاله هم متخصصين انه يقف هو اللي يوجب على الناس ويزود هنا ويضيف لو عندك بعض عزومه ستات على رجاله يعني ستات ورجاله وفاصله الاثنين انا بحب كده صراحه بحس ان في راحه في اريحيه احنا الستات ما بنقعدش ندقق مش عارفه فتحت ازاي وعملت ازاي والكلام ده إيه طيب انا بقى محضره ميه الرز هشربه الميه بتاعته كده واطفي النار عليه عشان يبتدي يستوي طبعا انا ضفت الكبد ايوه شلتها من على على فكره الرز كده لوحده يتاكل يعني يبقى لذيذ عامله سلطه وتمام انا عندي طبعا شويه رز انا كنت مسويهم جاهزين نص سوا هبتدي ان انا احشي الفراخ ايه ده بقى الله علينا ما يعني بس ما صبرناش اللي في اللي في الطاسه انا هقول لكم دلوقتي زبده عليها حاجه هو اكيد زبده طبعا ايوه هبتدي بقى احط احشي الفرخه كده من جوه احط الرز بتاعي طبعا ملهاش قوي انا ملاحظه كمان انت مش جايبه الفراخ اللي هي الكبيره قوي انت جايبه الفراخ اللي هي الوسط يعني هي طبعا كل ما تبقى صغيره كل ما تبقى احلى يعني كنا بنعملها بس هنا الفراخ بتتميز ان هي كبيره يعني أيوة. اغلبها كبير نادرا على فكره لما نلاقي فرخه صغيره بلدي كده زي بتاعت مصر اللي هي شابورتي اللي كنا بنحشيها أيوة. دي انا هنا بحشي كل حاجه كبير صغير بالعكس انا لما بجيب الفرخه الكبيره بحشيها بقى تسنيم من جميع الجهات الاصليه والفرعيه احطها في الكيس الحراري وتبقى فيها كده بقى براحتك وباقي الرز بسيبه جوه الكيس فتطلع فيها رز كتير محبه سلطه و شكرا على كده وبارك الله فيك بيبقى فعلا فعلا عليها رز كتير طبعا انا حطيت من جوه الفرخه انا دعكاها كويس جدا بالبصل والفلفل الاسمر ده طعم جميل وهبتدي بقى ايه احط الرز كده طبعا ملهاش قوي لان هي هتسوى في الفرن في ناس بقى بتحشي بالورق العنب والكلام ده بس انا لاحظت ان ورق العنب لما بتحشي جواها ما اعرفش بيبقى طالع سوا مش حلو هو لازم يستوي الاول بس بره مش عارفه ليه ما بقتنعش بيه لازم يستوي هو الشكل قايم قايم كده وحاجه نشوف طبعا الخروف المحشي ورق عنب البطه المحشيه براك حاجات براك دي طيب انا بعد ما احشيها طبعا بعملها انا بالخله مش هنحط حبه رز كمان يعني انا بحب كده نحط رز كمان دي تضاب وتلاب ايوه في هضبه طالعه لنا كده يا اماني لان الرز اللي بيبقى جواه بيبقى طعمه لذيذ جدا طبعا لان هو بيشرب من الصوص بتاع الفراخ بيستوي فعلا بالصوص اللي نازل منها طبعا اسلم ايدك إيه احنا لو مكانك هنحشي كتير هنحط رز كتير كتير وانا بيصعب عليا باقي الرز بفضل كده ادك فيها لحد ما مطمنه ان هو يعني مش نص سوا زياده شويه عشان ما يطلعليش منها ني طيب بعد ما حشيت الفرخه كده انا بمسك الخله واقفل الحته بتاعه الجلد دي كده من هنا هي اصلا لما الفراخ بتدخل الفرن بتمسك نفسها وبشيلها انا اصلا ما بتطلع منتهى السهوله يعني بتسيبيها ساعه في الفرن طالما فراخ مش بلدي ممكن ساعه ساعه وربع في ناس بقى اللي ما عندهاش الكيس الحراري او مش بتستخدمه بتحطها الاول تستوي في الحله وبعدين تدخلها تاخد وش في الفرن طبعا المفروض طبعا بحته خيط او حاجه ان انا بمسك الرجلين كده والف الخيط على الرجل طيب الفرخه من بره بقى انا بعمل فيها ايه والجناحات برضو كده مكتفه تكتيفه يعني معتبره عشان يبقى شكلها حلو لان هي بتثبت على شكلها اللي انا بعمله دلوقتي هي بتطلع من الفرن تثبت صدقي وانا بقول برضو يجيبوها في الاعلانات ازاي كده مستقيمه ومؤدبه ما عايزه ادور على مطلعة ايدها ولا عامله رجلها كله تمام جدا يعني طيب انت هتقفل ليها بس قولي لنا بقى الصوص اللي انت وفي حاجه هتتحط عليها في الاخر بقى انا بعمل صوص كده لطيف قوي اللي هو ده ايوه عباره عن ايه بقى عباره عن زبده طماطم. لا ما بحطش طماطم خالص دي زبده وبابريكا بحط عليها بابريكا وشويه مرقه وبحطهم على النار يسيحوا يمتزجوا يعني مرقه دجاج مكعبات مرقه بحطهم يمتزجوا مع بعض والبابريكا بتديني اللون الاحمر الجميل ده انت يعني دي مش طماطم ده بابريكا بس ابتدي ادهن ايه الفرخه بيها
بيديها شكل بقى حلو بيلمع وطعم طبعا. صراحة خطير. تاخد لونها في الاخر، اللون اللي في الاخر ده بصراحة بيبقى تحفة، الذهبي ده بيشجع قوي يعني، تلاقيها كده تحسي تحمرة تحمير حلو معتبر. ولونها جميل من الجلد مش ابيض كده. دي هتدخليها الفرن الاول، هربط رجليها كده عشان تحطيها في كيس حراري ولا من غير كيس حراري؟ لا ممكن من غير، اغطيها بس بورق زبده وفوقيه ورقه فويل ودخلها الفرن. تاخد بقى وش حلو قوي. طيب فكره جميله وسهله ولذيذه. احنا قلنا معانا ايه تاني غير الفراخ المحشيه؟ قلتي معانا كريم كراميل ومعانا بتنجان. قلتي معانا بتنجان مخلل كده، ده يفتح النفس جدا جنب الفرخه المحشيه، تحفه جنب اي اكل. بحس طبق مقبلات تحفه. خلصت خلاص، رائع. لونها جميل ولونها لما بتطلع من الفرن كمان بيبقى اجمل. تمام. طيب قولي لنا بقى ايه، خلاص هنخلي الفرخه على معانا على جنب وندخل بقى على الطبق التاني. قولي لنا ايه مقاديره، وانا شايفاكي هنا ده بتنجان ده مقلي ولا مسلوق ولا ايه؟ البتنجان ده مقلي. انا بعمل له خلطه لطيفه كده قوي، بحط فيها ايه، وهي عباره عن ثوم وعصير ليمون صافي. دول قد ايه ثوم؟ حاسه عليه فلفل اخضر. فلفل اخضر وممكن شويه فلفل احمر. تمام. بس مش عاجبه، شيلي بس اللي بتعمل على اللوحه تحت التحكم. ايوه. والبهارات اللي انا بحطها ايه هي؟ كزبره وكمون وفلفل اسود بسيط. تمام، تحفه. وابتدي احشي البتنجان بيه. انت بتبقي الياء وانت اسمان الصين يعني، بكسره كده بالسكينه كسره واحمره واحط عليه الصوص اللي انا عملته كده. طبعا ده جاهز. ايه ده شكل بقى التوابل بعد ما اتحطت عليها؟ احط كزبره وكمون وفلفل اسود وممكن شويه بابريكا تديني لون احمر شويه. تمام. تبداي بقى تحشيه. احشي البتنجان من جوه. في ناس بعد ما بتقليه بتديله سلقه، مش سلقه، بتحطه في ميه سخنه عشان ينزل الزيت اللي فيه. زيت عشان الحموضه بقى انا ساعات بروح لو هو عندي البتنجان الصغير ده تسنيم بيسموه الحمام الكذاب برضو اروح سلقاه من الاول، هو يبقى مسلوق غير قليه غير قليه خالص. في ناس كتير بتعمل، واروح حاطه فيه الدقه دي، بيبقى جميل برضو. بيبقى حلو شبه المكدوس يعني لحد كبير. بعد ما اخلص بقى بجيب شويه خل، معلقتين او ثلاثه خل، ورشهم عليه من فوق. احنا بنحط الخل في الوصفه. انا بحط فعلا خل مع الدقه كده وفي الكبه سين يعني الاثنين. تمام. انت بترشيها عليه من فوق. تمام كده كده هي قد الغرض يعني، نفس الفكره. بس اهم حاجه الليمون كتير كده. المزازه دي برضو بتدي طعم لذيذ. طبعا. تمام. طيب احنا كده شفنا معاكي الطبقين الحادق، هنرجع لك ونشوف معاكي بقى الطبق الحلو والكريم كراميل للمقادير والطرق. كريم كراميل اللبن كده بسأل. لا بحاول اشوف كده. لا للاسف باكل جيلي بس. جيلي. مره تانية رجعنا للشيف اماني وهنعمل بقى الكريم كراميل. هنبتدي نعمل بقى المقادير بتاعته. المقادير بتاعته عندي 3 بيضات حوالي 150 جرام. صفار وبيض. صفار وبيض. بس عشان هو باين كده زي ما يكون اللي هو صفار. لا لا بس صفار وبيض بس عشان هما تقلبوا. ف 3 بيضات او حوالي 150 جرام. معانا السكر 65 جرام او 3 معالق كبيره. معايا اللبن والكريمه، بس انا حطيتهم هنا. اللبن كوبايه لبن يعني في حدود 225 جرام. ومعانا الكريمه 150 جرام. يعني باكت الا ربع مثلا. باكت الكريمه اللي احنا بنجيبه الصغير ده الا ربع. طيب الاول هبتدي اعمل الكراميل. هجيب حوالي 100 جرام سكر، يعني 4 مثلا معالق سكر. كرمليهم. انا الخطوه دي بخاف منها يا شيف امين. ليه؟ يعني ليا تجربه كده سابقه معاها ولسعتي. ولسعته هي فعلا بتسيب علامه جامده شديده. وبعدين بقى تحسي طب اتظبط ما اتظبطش، طب تيجي تحطيه يعني تعقدت منه خالص بقى تسنيم. كريم كراميل تحديدا. تحديدا. يعني ساعات يعني بعمله عشان الولاد بس. بجيبه بقى جاهز، بجيب الباكت اللي هو الباكت بتاعه جاهز. مكونات كده خالص اهو. احنا هنستنى السكر يدوب ياخد اللون.
لا انا بخاف منه كمان علشان ساعات ممكن يتحرق، بيبقى عايز حذر واقفه جنبه وعارفه امتى تحطي البتاع عشان لا يطلع لونه فاتح ولا يتحرق منك ويبقى لونه بني كده، بيبقى ريحته مر حلوه خالص. في مرار فعلا اول ما يديني اللون على طول، حتى اباني كمان بتسحبه سنه سنه من على النار. عشان هشيله من على النار اهو اهو، اول ساح السكر كله هحط نقطتين ليمون والميه بقى والميه. طبعا اخلي بالي وانا بحط الميه قد ايه ميه، حوالي 25 جرام يعني حوالي 4 معالق. هرجعه تاني اهو للنار واقلبه بس تقلبتين واشيله، اقلبه يفك بس كده واشيله. ندخل بقى في ايه المكونات التانيه بقى اللي هتتحط في المقادير ومعانا نازله على الشاشه اهي اللي حابب يكتبها. تمام، تبداي تقلبي فيه كده بقى لحد ما للكراميل خلاص تهدى خالص، وان هو يبقى ايه سكر يدوب ولازم يسيح. لازم يسيح صراحه، من الحاجات اللذيذه بس احنا دايما بنستسهل ونروح نشتريه دلوقتي بالباكيتات الجاهزه اللي معاها الكراميل. انت مجرد لو انت عندك لبن، يعني هي كوبايه لبن وثلاث بيضات والسكر خلاص هيتعمل سهل جدا. بياكلوا باللبن بقى وكده، بيقولوا البيتي احلى كتير من الباكيت اللي بيبقى بره. وبعدين لو بتعملي كميات الباكيت يبقى مكلف، لكن لو عايزه تعملي كميات الحاجات دي هتبقى من متوفره، بتوفر معاكي. هبتدي بقى اخد الاطباق بتاعتي كده واحط فيها الكراميل من تحت، نسوي شويه على النار. تمام، هجيب هي الكميه اللي انا عاملاها دي يعني تعمل حوالي 3 اطباق صغيرين. ليه السلطانيه اللي معاكي دي؟ نشوف السمك بتاعه، المودين الصغنونه دي عشان قلبه مش حاجه. ما احطش الميه قبل ما اتاكد ان السكر كله دايب عشان ما يكلكعش. الناس اللي بيكلكع معاها بيكلكع لان هي ما بتصبرش لغايه ما السكر كله يدوب، بتستعجل فعشان كده بيكلكع. لما طول ما انا مستنيه عليه لغايه ما السكر داب وحطيت الميه خلاص، هبتدي بقى احط في الاطباق. اجيب الطبق كده احط الكراميل، خد لون جميل اهو. لقوا ريحته جميله. الحاجات دي عمايلها في البيت بتدي دفع كده، تحسسي طبعا وقيمه غذائيه. يعني انا لما اجيب الاكياس بتاعه الكريم كراميل طبعا مش محطوط فيها القيمه الغذائيه بتاعه اللي انا عاملاه في البيت، فيها مكسبات طعم ولون وريحه ومواد حافظه كل حاجه وليله يعني. كل حاجه، احنا للاسف بنستسهل يعني. طيب انا هعمل بقى الكريم كراميل، انا عملت كده الكراميل خلاص، هحط بقى اللبن والكريمه مع بعض على النار. حلو قوي. وبعدين هتبداي بقى تضيفي ليهم بقيه، هضيف ليهم كيس فانيليا واسيبهم لحد ما يبقوا داخلين على الغليان يعني. واقلبهم كده كويس. تمام، طيب عقبال ما يجوا يعني يبتدوا يعني هيغلوا، هعمل ايه؟ هجيب الثلاث بيضات بتوعي اللي انا حطاهم، ثلاث بيضات اهم، ثلاث بيضات كاملين مش صفار بيض. حطي عليهم لبن وحط عليهم السكر. استني بس قبل الخطوه دي، انت حطيتي اللبن، اللبن ده كان قد ايه؟ لبن كوبايه لبن، كوبايه لبن عليها ايه؟ عليها 150 جرام كريمه او ما يعادل يعني علبه كريمه اللي هي 200 مللي الا ربع. تمام ماشي. طيب حطيت بقى السكر كده ممتازه اهو، المكونات كلها سهله. السكر بتاعي حوالي 3 معالق كبيره. وهجيب انا بحب يعني ممكن طبعا بالمضرب، وانا بحب اعمله بالبلندر. لو ما عنديش هاند بلندر بالمضرب العادي ينفع بالخلاط؟ بالخلاط في الخلاط. وهتنزليه بقى هتنزليهم على اللبن وهو سخن زي البشاميل كده وتديهم تقليب. وريها لكم دلوقتي سريعا علشان نطلع بقى ايه نشوف اسعارنا النهارده يا شيف امين. طيب انا هقول لكم حاجه، خلاص انا ضربت ده. انت مش عايزاه يبقى مكلكع ولا في حتت بياض يعني موجوده فيه مكتله ولا الكلام ده؟ بالظبط. هعمل ايه بقى؟ نزلي بالتدريج. خلاص هو اللبن خلص عندي، غلي خلاص بالباكت الكريمه اللي عليه. طبعا هقلب كويس جدا، وانا بقلب كده
بعد ما اضرب البيض والسكر هقلب بالمضرب كويس. بس انا عشان المضرب عندي واخد دخلي بس كده الحله هنا شويه عشان يبان للكاميرا. ادخليها كده شمالك كده تمام. انا هبتدي احط شويه لبن صغيرين واقلب شويه لبن صغيرين واقلب جامد جدا. اللبن ده انت حاطه فيه كريمه لبانيه؟ لبن وكريمه وباكت فانيليا واقلب كويس جدا. شويه لبن واقلب حبه حبه عشان البيض ما يستويش يعني. ايه بالظبط كده تمام. ممكن كمان نستخدم كده الهاند بلندر كده. خلاص يعتبر خلصتي الكريم كراميل. باقي بس ان انت تفضلي تضيفي وتقلبي وبعدين هتضيفي السلطين. هنرجع لك تاني. هعمل حاجه اقول لكم حاجه اخيره. طبعا هما كده هيمتزجوا مع بعض اللبن والبيض والسكر. وانا بحطهم في الاطباق يعني انا هصبهم في الطبق وانا بصب في الطبق هصفي بمصفى عشان اي شوائب او اي كلاكيع تختفي معايا. وبعدين ادخلهم في صينيه في الفرن وتحتيها ميه. بس خلاص هنرجع بقى نشوف النتيجه في الاخر والتقديم معاكي. لكن يلا تسنيم نطلع نشوف اسعارنا النهارده. اللحمه والخضار والفواكه واللبن والحاجات دي كلها وصلت في مصر لحد فين؟ ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. شتاء واجه اكتئاب الشتاء بالحلاوه اللي اماني عاملاها النهارده دي. احلى حاجه دي تتعمل في الشتاء والله. في الصيف ما بتبقاش حلوه زي الشتاء يا تسنيم. ماشي لا ده بس هنفضل ناكل كله اكل في اكل في اكل كده بيرفع الروح المعنويه كتير جدا جدا. ما اقول لك ان في حاجات جميله اصلا. حاول اثر عليكي. حاولي يا ندى. مع اني بحب عشان يمكن عشان بحب الخروج وما بحبش كتير قعده البيت. لا مش سامعه. لا بيخلص الناس الاستنج. طيب يلا يقول لك بسرعه. الفراخ من الفرن طبعا الصوص اللي نزل تحتيها ده باخده واسقي بيه الفراخ كده.